طابت أوقاتكم البداية مع العناوين. الحريري يعود إلى بعبدة غدا، فهل وصلنا إلى نهاية المخاض؟ رئيس الحكومة المكلف، اللقاء كان بالفعل إيجابيا. مصادر متابعة للأو تي في، الأجواء هذه المرة جدية أكثر من أي مرة. ماذا بعد تعليق السرية المصرفية؟ ومتى يبدأ ضخ النفط العراقي إلى لبنان؟ ما قصة وقف بيع المنقوشة؟ وكيف سقط إلغاء الإعفاءات عن الكنائس والأوقاف؟ مساء الخير وأهلا بكم إلى هذه النشرة التي تبث أيضا عبر الموقع otv.com.lb وإذاعة صوت المدى. هل وصلنا إلى نهاية مخاض تشكيل الحكومة لتصبح ولادتها ممكنة قبل عيد الميلاد كما تحدث رئيس الحكومة المكلف من بعبدة اليوم؟ الاحتمال وارد لكن الحذر واجب. الاحتمال وارد انطلاقا من تشديد رئيس الحكومة المكلف على أن لقاءه 13 والأطول برئيس الجمهورية كان إيجابيا بالفعل، وأن اجتماعا آخر سيعقد غدا ثم اجتماعات متتالية على أمل الوصول إلى اتفاق قبل العيد. هذا مع الإشارة إلى أن مصادر متابعة لعملية التأليف أكدت للأو تي في أن الأجواء هذه المرة جدية أكثر من أي مرة، غير أن الحذر واجب بناء على التجارب السابقة حيث قوبلت إيجابية الأقوال بسلبية الأفعال، وبالإصرار على تشكيلة لا تراعي الميثاق وتتجاوز الدستور ولا تلتزم وحدة المعايير، ناهيك عن أن الظرف الإقليمي والدولي لم يشهد تبدلا جذريا فيما دخلت ولاية الرئيس دونالد ترامب شهرها الأخير. لكن في انتظار معرفة مصير المسعى الحكومي الراهن الذي بدأ بلقاء رئيس الجمهورية بالبطريرك الماروني واتفاقهما على ثابتة التزام الدستور نصا وروحا والتعامل مع المبادرة الفرنسية بشموليتها، أسئلة تنتظر الجواب حول مصير التدقيق الجنائي الذي أثمرت رسالة رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب في شأنه قرارا برفع السرية المصرفية ثم تشريعا يعلق العمل لمدة عام بتلك السرية. فماذا عن عودة الشركة المنسحبة وما السبيل إلى تحديد أخرى في حال تمسكها بالرحيل؟ في أسبوع البشرى السماوية التي غيرت العالم، فلنأمل ببشرى سياسية تغير الأوضاع السيئة أو أقله تبدأ التغيير، ليس فقط بالأسماء بل بمناهج العمل غير المجدية وبالسياسات الخاطئة وما بينهما من نوايا مبيتة لا تلبث أن تكشف ليكون مصير أهدافها الفشل الذريع. من الصعب واحد يرجع من بعد ما يكون بالهاوية بده يطلع للقمة، ولكن نحن بلدنا جبال ومنعرف نتسلق وإن شاء الله ما نرجع نوصل للقمة. مش عم قلكن هيك حتى خوفكن، عم قلكن إنه فينا نطلع منها. هيدي المقاومة الحقيقية يلي ممكن تبني وطن. حربنا منيح ولكن هلأ حربنا اقتصادية ولازم كلتنا نشترك فيها، كل واحد عقده. البداية من مفاجأة سارة محورها النفط العراقي، فمتى يصل إلى لبنان ووفق أي شروط؟ تقرير ريتا نصور أنجليني. بفعل اتصالات امتدت من بيروت إلى واشنطن فبغداد أجراها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم بتكليف من رئيس الجمهورية يصل قريبا النفط العراقي إلى لبنان. معلومات الأو تي في تشير إلى أن إبراهيم الذي زار واشنطن عدة مرات سابقا طلب من الأمريكيين غطاء يسمح بتمرير النفط العراقي برا إلى لبنان عبر سوريا إذا اقتضت الحاجة من دون التعرض لعقوبات قانون قيصر، وبالفعل نال موافقة في هذا الإطار.
محور آخر عمل عليه إبراهيم تمثل بزيارته الجزائر للتأكيد على استمرار شركة سوناتراك تأمين كميات الفيول التي يحتاجها لبنان إلى حين تأمين الفيول من مصدر آخر. لتكون خلاصة هذا المشهد في الساعات الماضية توقيع وزير الطاقة ريمو غجر مع نظيره العراقي التفاهم الأولي لتأمين احتياجات لبنان من المشتقات النفطية الفائضة عن حاجة المصافي العراقية. مصادر متابعة للملف تلفت للأو تي في إلى أن حصر استعمال الفيول بمعامل الكهرباء الذي شدد عليه وزير الطاقة العراقي مرده إلى شرط أمريكي بهذا الخصوص، أي ألا يتم تزويد لبنان بالبنزين أو المازوت كي لا يهرب إلى سوريا. هذا من الناحية السياسية. أما تقنيا فلبنان سيستفيد من النفط العراقي ابتداء من العام 2021. صحيح أن الدفع سيكون بالدولار، إلا أنه مؤجل إلى ما بعد عام، والمصادر المعنية تتوقف عند نقطتين أساسيتين. أولا الوفر الذي سيحققه لبنان والذي يصل إلى 25% من فاتورته النفطية لأن الاستيراد بات مباشرا لا عبر شركات. ثانيا البحث المستمر بتوقيع اتفاقيات طبية وزراعية مع العراق بالتوازي مع هذا التفاهم النفطي. تبقى إشكالية أخيرة، النفط العراقي خام وبالتالي هو لا يصلح لمعامل الكهرباء. لذلك طرحت سلسلة أفكار لحل هذه الإشكالية تتابع المصادر، إما تكرير النفط بمصافي الإمارات أو الكويت أو مصر، إما استبدال النفط الخام بفيول مكرر عبر دولة أخرى، أو إصلاح مصفات طرابلس لتكرير النفط فيها على المدى البعيد. على أي حال فقد أطلع غجر وإبراهيم اليوم رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب على نتائج زيارتهما العراق، وهو نوه بنتائج الزيارة شاكرا رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي لوقوفه إلى جانب لبنان. إزاء كل ما سبق بات إذن سيناريو العتمة الشاملة الذي كان يهدد لبنان مطلع العام المقبل مستبعدا. إلى ملف تشكيل الحكومة وآخر معطيات لقاء رئيس الجمهورية بالرئيس الحريري في بعبدة مع الزميلة نانسي صعب. نانسي يعطيك العافية، تفضلي. نعم جاد، يعني اللقاء 13 اللي جمع رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون برئيس الحكومة المكلف سعد الحريري اليوم، خلينا نشير إلى أهميتين. أولا طول اللقاء يلي استمر لحوالي الساعة وربع الساعة من الوقت، والنقطة الثانية الأساسية أيضا خروج الرئيس المكلف سعد الحريري ليقول أو يتحدث بإيجابيات ولقاءات متتالية لتكون هناك تشكيلة حكومية قبل عيد الميلاد. ما معناه أنه وضع يعني مهلة زمنية، هي عمليا يومين، كون ما يفصلنا عن يوم عيد الميلاد هو يومي الأربعاء والخميس، والخميس هو ليلة عيد الميلاد جاد، وبالتالي يعني نحن ربما أمام خلينا نقول ساعات فاصلة جدا. ما بعد هذا اللقاء وفق معلومات الأو تي في طبعا لم تتوقف الاتصالات، لبل تكثفت من قبل كل طرف، يعني أكان رئاسة الجمهورية أو حتى رئيس الحكومة المكلف. المعلومات تشير إلى اتصالات ستتتالى من بعد ما كان اللقاء اللي جمع الرئيس عون والحريري تطرق إلى الصيغ أو الصيغة تحديدا يلي كان رفع الحريري، وتم النقاش حول مسألة التوزيع الطائفي للحقائب. وهون طبعا معلومات الأو تي في تشير إلى أنه هناك اتفاق حصل أو أمور تم تذليلها بين الرئيس عون والحريري على أن يتم استكمال الأمر غدا، من بعد طبعا ما كنا أشرنا إلى أنه كل طرف بيكون قام بجزء من الاتصالات يلي يفترض أن يقوم فيها. بيبقى طبعا جاد مسألة ما بعد يعني الانتهاء من هذا الأمر هو إسقاط الأسماء على الحقائب، وهيدي طبعا بيبقى شق خلينا نقول وفق ما لفتت المصادر انسيابي سريع، طول ما كان الحد الأول اللي يتعلق عمليا بمسألة توحيد المعايير، التزام الدستور، وطبعا الالتزام بمبدأ الشراكة بتشكيل الحكومة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف. بطبيعة الحال جاد خلينا نشوف ما ستحمله الساعات الـ 12 القادمة
طبعا الموعد اللي سيجمع الرئيس عون بالحريري غدا لم يحدد بوقت زمني، أمر ربطه الحريري بأسباب أمنية، ولكن خلينا نشوف ما ستكون عليه الأجواء الإيجابية يلي ليس فقط الحريري يعني أكد بتصريحه، إنما مصادر متابعة للقاء الرئيس عون والحريري لفتت إلى هذه الإيجابية أيضا، ونقلت عن الحريري قوله أنه هذه المرة الأمور جدية أكثر من أي مرة. مع العلم جاد وللتذكير، المرة الأخيرة اللي كان تحدث فيها الرئيس الحريري عن جدية كنا شفنا سلسلة من البيانات وما صدر يعني من ردود فعل عن تيار المستقبل ونواب كتلة المستقبل، وطبعا كان هناك بيانات توضيحية أيضا من بعبدة للرد على بعض النقاط. بيبقى جاد إذن هل سنكون يعني عمليا أمام تشكيلة نهائية للحكومة خلال مهلة اليومين يلي كان تحدث عنها بنفسه الرئيس المكلف سعد الحريري؟ هذا الجواب لا يملك إلا الحريري غدا باللقاء المرتقب أيضا يلي رح يكون مع الرئيس عون للبناء على شيء مقتضاه، إما أن نكون أمام حكومة غدا ربما إذا كان كل الأمور مسهلة وعلى أبعد تقدير الخميس، وأما سيكون كل شيء مرجئا ومنكون كمان مرة جديدة أمام يعني إسقاطات إيجابية من دون أي نتيجة، لنترك الساعات 12 المقبلة ونرى ما سيكون الحديث عليه بعد اللقاء المرتقب إذن غدا ومن دون موعد محدد بين الرئيس عون والحريري. شرفني اللقاء مع فخامة الرئيس، وكان لقاء فعلا إيجابي في يعني انفتاح، وقررت أنه أنا وفخامة الرئيس نلتقي غدا كمان أيضا، مش هنقول اي وقت عشان دواعي امنيه، بس حيكون في لقاء تاني واللقاءات حتكون متتاليه ان شاء الله لحتى نقدر نطلع بصيغه يعني قبل الميلاد باذن الله. شكرا. تكتل لبنان القوي وأثر اجتماعه الأسبوعي إلكترونيا تمنى أن يتوصل رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف بأقصى سرعة إلى مقاربة مشتركة تقوم على مبادئ واضحة ومعايير واحدة لعملية تشكيل الحكومة، ولا سيما على مستوى توزيع الحقائب وتأكيد الشراكة التامة بينهما وفقا لما نصت عليه المادة 53 من الدستور التي تتحدث بوضوح عن أن التشكيل يتم بالاتفاق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف. وأبدى التكتل في سياق آخر ارتياحه لما أنجزه مجلس النواب أمس لجهة تعليق العمل بالسرية المصرفية، وأكد في هذا الإطار التكامل بين رسالة رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب وإقرار قانون تعليق العمل بالسرية المصرفية، معتبرا أن الحكومة من جهتها مدعوة للقيام بواجباتها والاستفادة إلى الحد الأقصى من المهلة المعطاة لإنجاز التدقيق مع ما يستوجب ذلك من عودة إلى العمل بالعقد الموقع مع شركة ألفاريز أند مارسل، ومشددا على أن مصرف لبنان مدعو من جهته إلى تسليم المستندات والوثائق المطلوبة. التكتل وفي انتظار الانتقال إلى الدولة المدنية بكل مندرجاتها كما جاء في بيانه. أبدى ارتياحه أيضا لأن المجلس النيابي أعاد تثبيت القانون 210 على 2000 الخاص بإعفاء الطوائف المعترف بها والمؤسسات التابعة لها من الضرائب والرسوم، والذي وضع عام 2000 ليساوي الطوائف المسيحية بالطوائف الإسلامية التي كانت معفية منذ ما قبل 2000. وفي موضوع انفجار المرفأ أسف التكتل لوجود انطباع بأن التحقيق تشوبه الاستنسابية وعدم الوضوح في القرارات، مما جعل الشكل يرخي بظلاله على شمولية التحقيق أو شك يرخي بظلاله على شمولية التحقيق الذي يبدو أنه يركز فقط على المسؤولية الإدارية بدل التركيز أيضا وخصوصا على المسؤولية الجرمية وما يتصل بها من تورط وإهمال. واستنكر تكتل لبنان القوي الجريمة التي وقعت في بلدة الكحالي وأدت إلى مقتل المواطن جوزيف بالجاني بصورة مروعة، وعلى خط آخر طالب التكتل باعتبار أو اعتبر التكتل هذه الجريمة بظروفها وأسلوبها أقرب إلى الجريمة المنظمة، ودعا الأجهزة الأمنية والقضائية إلى الإسراع بإجراء التحقيقات اللازمة بما يطمئن المواطنين الذين يجتاحهم القلق من تكرار الجرائم المتفرقة في أكثر من منطقة والتي يجري ربط بعضها بجريمة انفجار المرفأ. النائب جورج عطلة شرح للأو تي في موضوع القانون 210 على 2000. لحد عام 2000
وحتى من أيام العثمانيين يعني كانت يتم التعاطي مع الطوائف الإسلامية والمؤسسات التابعة لها على قاعدة أنها مؤسسات عامة، وبالتالي هي معفاة من كل الضرائب والرسوم وأي غرامات تفرض وإلى آخره. لذلك نتيجة المطالبات ونتيجة مراجعة هيئة التشريع والاستشارات عام 2000 تم إقرار في المجلس النيابي القانون 210 على 2000 ليساوى الطوائف المسيحية بالطوائف الإسلامية. وبالتالي نحن كان اعتراضنا امبارحة بالجلسة النيابية على أنه باقتراح القانون اللي قدمه التقدم الاشتراكي من أجل إلغاء مفاعيل القانون 210 على 2000 سيعيد الحال إلى ما كان عليه قبل عام 2000، أي إلى استفادة وبقاء استفادة المؤسسات التابعة للأوقاف الإسلامية من الإعفاءات، ويعيد الحال إلى ما كان عليه أي فرض هذه الغرامات والرسوم على الطوائف المسيحية. لذلك نحن قلنا لحتى تكون الأمور عادلة، إذا كان هناك اتجاه من أجل يعني رفع وإلغاء الإعفاءات لكل الطوائف، نحن أكيد مع هذا الموضوع، ولكن هذا يجب دراسته بطريقة مختلفة وبشكل أعم وأشمل. أما أن ينحصر الإلغاء بالقانون 210 فهذا سيؤدي إلى إعادة التمييز وعدم المساواة الذي كان قائما لحد عام 2000، لذلك أدت معارضتنا على هذا الأساس. وأنا يعني طرحت هذا الموضوع وشرحته في المجلس النيابي، وبالطبع يعني البعض ما كان مرحب كثير بهذا الملف، ولكن هذا مطلب حق ويعني تم الاخذ فيه، ويعني صار اقتراح القانون الرامي الى الغاء القانون 210 على 2000. وبعد اقرار قانون تعليق العمل باحكام قانون السريه المصرفيه لسنه واحده، هل يسير التدقيق الجنائي ام انه فخخ قانونا؟ وهل تعود ألفاريز اند مارسل او يتم التعاقد مع شركه اخرى؟ تقرير نانسي صعب. كل ذرائع سحبت من حاكم مصرف لبنان، فالتحجج بالحاجه الى قانون رفع السريه المصرفيه لتسليم ما تطلبه شركه التدقيق الجنائي لم يعد يسري، والنتيجه التعاون الملزم مع اي شركه للتدقيق الجنائي بعدما اقر مجلس النواب قانون تعليق العمل باحكام قانون السريه المصرفيه لمده سنه واحده. فهل يكون القانون فخا او مسرحيه لتطيير التدقيق الجنائي، علما ان القانون استند الى قرار مجلس الوزراء التعاقد مع ألفاريز اند مارسل للقيام بالتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، كما إلى قرار مجلس النواب في جلسته لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية إخضاع حسابات المركزي والوزارات والمصالح المستقلة والمجالس والصناديق والمؤسسات العامة بالتوازي للتدقيق من دون أي عائق أو تذرع بسرية مصرفية أو خلافها؟ قانون تشريع رفع السرية المصرفية عن المتعاطين في الشأن العام في مصرف لبنان والوزارات والإدارات العامة لمدة عام، حول القرار والذي اتخذه مجلس النواب في 27/11/2020 إلى قانون، وأسقط كافة الموانع أمام التدقيق الجنائي في المؤسسات العامة، وبالتالي سقطت كافة الحصانات والموانع والحجج، وبات يقتضي اليوم على الكافة التعاون مع التدقيق الجنائي دون أي حجج أم ذرائع على الإطلاق. أما أن يقال على أنه هذا القانون قد فخخ موضوع التدقيق الجنائي فهذا أمر لا أوافق عليه، كون مبدئيا اليوم صحيح أن التدقيق الجنائي يجب أن يكون بالتوازي، ولكن اليوم البدء دائما من المصدر الأول من مصرف لبنان. لا فخ في القانون، لكن مهلة السنة تفرض عملا أسرع من السرعة، خصوصا أن المهلة عادة لا توضع في حالات التدقيق الجنائي وفق ما تلفت مصادر رفيعة. بات لزاما أيضا على الحكومة إما إعادة تفعيل التواصل مع شركة ألفاريز إذا تمكنت من ذلك، أو الذهاب نحو التعاقد مع شركة أخرى لهذا الغرض. ولا يمكن تذرع إطلاقا بكون الحكومة هي حكومة تصريف أعمال، فطبيعة المهمة تفرض على الحكومة ولو كانت بحال استقالة معالجتها وإيجاد الحلول الناجعة لها. ومن جهة أخرى فإن مهمة الحكومة الحالية هي إنفاذ قرار مسبق سبق لمجلس الوزراء أن اتخذوا فاعتماداته مرصودة ولا يشكل أي عبء إضافي على الخزينة، ولا يعتبر ذلك إطلاقا خروجا عن المفهوم الضيق لتصريف الأعمال
ماذا بعد تحصين موقف شركة التدقيق الجنائي لتمكينها من الحصول على ما تطلبه من مستندات لمهمتها؟ تشير مصادر وزارة المال إلى أن الوزير غازي وزني وبعد رسالة رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون ومناقشتها في مجلس النواب تواصل مع ألفاريز أند مارسل التي أبدت استعدادها للتعاون مع لبنان بعقد جديد. وتضيف مصادر وزارة المال إلى خيارات لشركات أخرى يتم درسها ليشمل التدقيق الجنائي حسابات مصرف لبنان وكل المؤسسات والإدارات. لكن هل يكون ذلك مدخلا لعرقلة التدقيق في حسابات المصرف المركزي؟ الجواب حكما لا قانونيا، لأن المنطق المحاسبي هو في الانطلاق من الأصل. لا يعقل أن تبدأ مبدئيا أو أن يصار إلى التدقيق الجنائي في كافة الوزارات معا بشكل آني موحد، لأنه ذلك له مبدئيا استحالي واقعي وتطبيقي. إنما يجب البدء من مكان معين حيث توجد كافة حسابات الدولة، يعني تبدأ من مصرف لبنان على أن تمتد إلى كافة الوزارات والإدارات والمؤسسات والمجالس. نحن لا نقول على أنه يجب حصر الموضوع ضمن إطار مصرف لبنان. والجواب سياسيا أيضا يؤكد أن التوازي في التدقيق بين حسابات المركزي والمؤسسات والإدارات لا يعني ربط التدقيق في المركزي بالتدقيق في هذه المؤسسات والإدارات، وهو ما كان أكده المعاون السياسي للرئيس بري بعد جلسة مناقشة رسالة الرئيس عون. بالقرار وضع تعبير بالتوازي حتى تمشي هذه الورشة كلياتها مع بعض البعض، لكن ما في شيء بيعطل شيء. وتشير معلومات الأو تي في إلى أن الوزير غازي وزني يزور بعبدة غدا ويلتقي الرئيس عون لبحث كل التفاصيل المتعلقة بإمكانية عودة ألفاريز أند مارسل بعقد جديد كما بالخيارات الأخرى المطروحة. وبعد اليوم يبقى السؤال عن وجود النية في تحويل التدقيق الجنائي واقعا يعيد إلى اللبنانيين حقوقهم. نواب بيروت في تكتل لبنان القوي يكشفون عن تحرير المزيد من الأموال لإعادة إعمار بيروت. إعادة إعمار بيروت والأموال اللازمة لها شكلت محور المؤتمر الصحفي لنواب بيروت في تكتل لبنان القوي نقول سحناوي، إدغار ترابورسي وأجوب ترزيان. إذ أشار السحناوي إلى أن وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني أفرج عن 50 مليار ليرة هذا الشهر وسيحرر 50 مليار الشهر القادم من أجل المتضررين، كذلك سيفعل رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون. الخبر المنيح الإيجابي اللي بدنا نقوله للمواطنين هو أنه من بعد متابعة وإصرار من فخامة الرئيس، وزير المال وافق على تحرير 50 مليار بهذا الشهر و50 مليار بشهر الجاي من أصل 1500 مليار يلي القانون 194 أجاز الحكومة بصرفها لتعويض المتضررين من الانفجار. فالخبر الإيجابي هو أنه وزارة المال رح تحرر 100 مليار على دفعتين، واحدة هذا الشهر واحدة شهر الجاي. والخبر الثاني هو أنه فخامة الرئيس رح يحرر 50 مليار من المؤونة الخاصة تبعيته اللي هي بتتجدد سنة الجاي. من جهته لفت طرابلسي إلى أن هناك حربا تشن على الرئيس عون رغم كل ما يقوم به. في ناس عم بيقوصوا على فخامة الرئيس، أنا بدي أحكي بالسياسي هون بالموضوع، بالوقت اللي نحن لازم نعيد تكوين الدولة ونحافظ على الهيكل ونحافظ على هالعمود يلي حامل هالدولة على هالرافعة، نحن لازم نشكل حكومة بأسرع وقت وتكون حكومة قادرة أن تنجز المهمة. نجي منطالب بكلام خفيف باستقالة الرئيس وتحميله المسؤولية، شو بدهم أكتر من انهيار اللي حصل؟ لولا فخامة الرئيس كان البلد راح بستين داهية. نعرف شو عن في تحضيرات لتفتيت البلد وحرب أهلية وإلى آخره. نحن نطالب بالإسراع بتشكيل حكومة تنقذ البلاد وترد الرساميل وتنشط الاقتصاد. أما ترزيان فشدد على أن الدولة هي المسؤولة الأساسية عن ترميم ما تهدم. أنا والزملاء أكيد عم ندعي أنه في كان 300 مليون دولار أقله مخصص كان ليردموا الحوض الرابع. هال 300 مليون دولار ما بيصنوا شيء إذا ساعدنا أهلنا اللي هن سبب الأساس اللي بهدلوا أهلنا بديد بيروت وإذا مشكل لبنان، ويتفضلوا يدفعوا المصريات لنقدر
نردهم أسرع. صرنا مليون مرة إلينا في دولة أم لا؟ إذا في دولة بقى ترعى شعبها، مش مقبول يكون الأمور متكلين على الجمعيات، متكلين على البلدية، لأنه بلدية بيروت عندها مصاري هي اللي صار ما بلايمة مع الأسف. لا، في الدولة اللبنانية عليها واجبات. إشارة إلى أن نواب بيروت في تكتل لبنان القوي يستمرون في محاولاتهم الحثيثة لتأمين المبالغ المطلوبة لإعادة إعمار بيروت. هل تختفي المنقوشة من الأسواق بسبب سعر الطحين كما تحدث بعض وسائل الإعلام اليوم؟ في اجتماع صار بوزارة الاقتصاد مع المطاحن مع وزير الاقتصاد، ووعدوا لمعالي وزير الاقتصاد انه الطحين راح يبقى على ما هو، بس هذا الكلام مش صحيح. انا عندي فواتير هون بشهر 7 طن الاكسترا كان حقه 750,000، نحن هلا بشهر 12 طن 1,200,000، وفي 1,400 وفي 1,500، وقد ما بدي. وبعدين مش بس الافران الصغيره، الافران الصغيره والكبيره يعني، وبعدنا عم نبيع اسعارنا مثل ما هي رافضه بالمواطن، بس لانت بينا نعمل هالشغله مش عارفين، عم ندرس كلفتنا يعني نحن هلا. اذا ما رجعوا لسعرنا على 750,000 و800,000، اكيد نحن البضاعه اللي عندنا بدنا نشوف قديش ارتفع، 60%، 50%، 40%، بدنا مضطرين نرفع اسعارنا، بعد لحد هلا ما رفعنا اسعارنا. الأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني حنا غريب يؤكد أن ما يحكى عن رفع الدعم لن يمر. في قضية رفع الدعم يهمنا التأكيد على أن المسألة المطروحة راهنا ليست مسألة دعم تمنحه المنظومة الحاكمة إلى الشعب، وهي من حقوقه البديهية لا منة ولا حسنة، إنها مسألة طارئة تخفي تبعات انهيار سعر صرف الليرة الذي تتحمل المنظومة الحاكمة مسؤوليته بصورة مباشرة. فما نشهده في الظاهر من دعم تقدمه الحكومة أو المصرف المركزي لأسعار الدواء والقمح والمحروقات في الوقت الحاضر ليس سوى تعويض مموه عن عجز الدولة عن معالجة الأسباب العميقة للانهيار النقدي الذي تضرب جذوره عميقا. في بعبدة استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون الراعي الجديد لأبرشية سور المارونية والراعي السابق للأبرشية المطران شكرالله نبيل الحج، وقد شكر المطرنان الرئيس عون على إفاده ممثلا عنه للمشاركة في السيامة في بكركي في 5 كانون الأول الجاري، وتم عرض لأوضاع أبرشية سور المارونية إضافة إلى مواضيع عامة أخرى. صحيا، في موضوع كورونا أكد رئيس لجنة الصحة النيابية أن الفيروس ليس مزحة، متمنيا تخفيف التجمعات خلال الأعياد ومشيرا إلى أن ما نراه هو فلتان ما قد يؤدي إلى كارثة في وقت لاحق، ولا سيما مع عدم وجود أسرة في العنايات الفائقة. ومن جهته لفت النائب فادي علامي إلى أهمية تأمين الدواء لكل المواطنين. أنا توقعاتي أنه نحن بهالشهر هذا والشهر الجاي نشماط حتزيد الإصابات، والدليل الأكبر هلأ اللي بيخوف إنه بتعرفوا طلع هلأ سلالة جديدة، أو في هلأ في خلاف إنه هل هي هيدي ميوتيشن، هل هي تغيير أو بيقولوا له تحوير، أو إنه سلالة جديدة من الكورونا. سواء هيدي أو هيدي، نحن حقيقة تبين إنه هذا الميوتيشن هذا أسرع انتشاراً، يعني هذا بيعدي أكثر من الأول. الأول إذا كانوا 10 أشخاص موجودين كان ممكن ينعدى 2 لـ3، هلأ إذا في 10 أشخاص موجودين ضمن نطاق جغرافي ضيق ممكن ينعدى من 5 لـ7. يعني للدولة اللبنانية يصير عندها وكالة وطنية مثل الـ FDA، مثل الجوردانيان دراج اند فود اند دراج ادمنستريشن، هي اللي تدرس الأدوية، هي تحدد أنواع الأدوية بتفوت على السوق، هي كمان اللي بتشتغل على موضوع التسعير، هي اللي بتشرف على المختبر المركزي اللي غير موجود عنا، وهذا كله بيكون ضمن سياسة دوائية بتحاكي معاناة المواطن ونفس الوقت بتضرب كارتيل الدواء. معلش خلينا نقول أول مرة يمكن نحن بلجنة الصحة منتابع ومنفوت بموضوع الدواء للآخر، وما رح نوقف لآخر شيء نعطي حقوق المواطن بخياراته وبصحته. شكرا.
هل السلالة الجديدة من كورونا بالخطورة التي يتخوف منها البعض حول العالم؟ سلالة كورونا الجديدة لا تزال الشغل الشاغل الآن، إذ أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها ستعقد اجتماعاً للدول الأعضاء لمناقشة استراتيجيات مواجهة سلالة جديدة من هذا الفيروس المستجد التي ظهرت في بريطانيا. وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية هانز كلوغ على تويتر: الحد من السفر لاحتواء الانتشار أمر حكيم حتى نحصل على معلومات أفضل. سلاسل التوريد للسلع الأساسية والسفر الأساسي يجب أن تظل ممكنة، وحث كلوغ على زيادة الإجراءات الوقائية من دون أن يحدد موعداً للاجتماع. وحذرت المنظمة من القلق الشديد بشأن تحول الفيروس قائلة إنه جزء طبيعي من تطور الوباء، وأشادت ببريطانيا لاكتشاف هذا التحور. وكانت منظمة الصحة العالمية كررت في بيان الثلاثاء قولها إنه لا توجد معلومات كافية حتى الآن لتحديد ما إذا كان التحول الجديد للفيروس يمكن أن يؤثر على فعالية اللقاح، مؤكدة أن البحث مستمر. في المقابل أعلن مختبر بايونتك الألماني الشريك مع شركة فايزر الأمريكية في إنتاج لقاح كورونا أنه قادر على توفير لقاح جديد خلال 6 أسابيع في حال تحول الفيروس. يأتي ذلك بعدما أكدت وكالة الأدوية الأوروبية أنه لا دليل على أن لقاح فايزر بايونتك لن يكون فاعلا ضد السلالة الجديدة من فيروس كورونا. في غضون ذلك يبدأ توزيع لقاح فايزر بايونتك في دول الاتحاد الأوروبي اليوم انطلاقا من بلجيكا بعد موافقة المفوضية الأوروبية على طرحه في الأسواق تنفيذا لتوجيهات الوكالة الأوروبية للأدوية. وسبق قرار المفوضية الأوروبية بساعات إعلان وكالة الأدوية الأوروبية أن لقاح فايزر بايونتك آمن وفعال حتى مع السلالة الجديدة لفيروس كورونا المكتشفة في بريطانيا. وتستعد القوافل الأولى للشاحنات المحملة باللقاح الألماني الأمريكي للانطلاق باتجاه وجهات عدة أوروبية لتصل إليها يوم السبت، ما سيسمح بإطلاق عمليات التلقيح عبر الاتحاد الأوروبي بنفس التوقيت والشروط للجميع ابتداء من الأحد. وأشارت المفوضية الأوروبية إلى أنها حجزت 200 مليون جرعة من اللقاح مع تسلم 100 مليون جرعة إضافية لاحقا. رياضيا، انتخابات وصفت بالشرسة في اتحاد كرة السلة، والتفاصيل مباشرة مع الزميل إلي نصار. إلي بونسوار، يعطيك العافية، تفضل. شو في تفاصيل تطلعنا عليها بموضوع هذه الانتخابات الحامية؟ شكرا جاد لك. إذا انتخابات الاتحاد اللبناني لكرة السلة انطلقت، كان في جلسة أول لإقرار البيانين المالي والإداري أقروا بالإجماع بعد التعديلات أبرزهم إلغاء لائحة النخبة لسنة واحدة فقط، وأيضا النادي بيحتفظ بمداخيل مبارياته. عادة كان الاتحاد يأخذ المداخيل ويوزعها على باقي أو على كل الأندية، حاليا أقر أنه يصير كل نادي يأخذ مداخيل مباريات، وهذا بالنسبة للجلسة الأولى. الجلسة الثانية انطلقت أيضا، هلأ عم نشوف عملية الانتخابات لنوادي الدرجة الرابعة. خليني أقول أنه في 130 نادي حضروا لعملية الاقتراع، هن 9 بالدرجة الأولى. بالدرجة الأولى كل نادي صوته ب8 نقاط، بالدرجة الثانية 15 نادي من أصل 16، لأنه الجيش اللبناني لا يحق له التصويت، كمان عنده كل نادي 6 نقاط. بالدرجة الرابعة 23 نادي من أصل 24، الأنوار جديدة أوراقه القانونية غير كاملة، كمان عندهم 4 نقاط، يعني كل صوت ب4 نقاط. وبالدرجة الرابعة 83 نادي، كل نادي عنده نقطة واحدة. اليوم في لائحتين عم بيتنافسوا، وحده يرأسها الأستاذ أكرم حلبي رئيس الاتحاد اللبناني لكرة السلة حاليا، والثاني يرأسها الرئيس الأسبق للاتحاد اللبناني لكرة السلة جورج بركات. الأجواء بقاعة الأنترانيك هادئة، الاتحاد اللبناني لكرة السلة أخذ كل الإجراءات، إجراءات التباعد الاجتماعي حماية من انتشار فيروس كورونا. بعدنا مبلشين بانتخابات حاليا، فرق الدرجة الرابعة هي اللي عم تنتخب. أكيد نتائج الانتخابات رح تبلش بالظهور بعد 3 ساعات، ونحن رح نكون مع مشاهدينا بنشرة 12:30، إذا كانت بينت النتائج بنكون عم نعطيها مباشرة من قاعة الأنترانيك. جاد، عودة لك. نعم. إلي، موعدنا مع المشاهدين 11:30 مش 12:30. فاصل ونعود إلى نشرة الأخبار.
أهلا بكم من جديد في موقف أمريكي جديد من لبنان. أعلن وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو أن الولايات المتحدة مستعدة للاستمرار في العمل مع إسرائيل ولبنان على مفاوضات الحدود البحرية، إذ يواجه الطرفان صعوبات في التوصل إلى اتفاق في مفاوضات وصلت إلى طريق مسدود. وقال بومبيو في بيان: للأسف وعلى الرغم من النوايا الطيبة للطرفين فإنهما ما زالا متباعدين. وأضاف: الولايات المتحدة لا تزال مستعدة للوساطة في نقاش بناء، وتحث الطرفين على التفاوض استنادا إلى المطالبات التي سبق ورفعها كل منهما إلى الأمم المتحدة. الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا ويشكر الرئيس دونالد ترامب. تلقى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، وتلقى بايدن جرعته الأولى من لقاح كوفيد 19 من شركة فايزر خلال بث مباشر في مستشفى في نيويورك. وقال بعد تلقيه اللقاح: نحن ممتنون لإدارة الرئيس دونالد ترامب على اللقاح، وأنا تلقيت اللقاح لأظهر أنه يجب أخذه وحتى أؤكد أنه لا يوجد شيء يدعو إلى القلق. Put this together, the frontline workers, the people who were the ones who actually did the clinical work. It's just amazing. And I wish we had time to take you through the whole hospital to see how busy and incredible you all are. And we owe you big. We really do. And one of the things is that I think that the administration deserves some credit getting this off the ground with Operation Warp Speed. I also think that it's worth saying that there's great hope. I'm doing this to demonstrate that people should be prepared when it's available to take the vaccine. إلى ذلك، قال نائب المتحدث باسم البيت الأبيض جيد ديري أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع الثلاثاء على قرار يمدد تمويل الحكومة الفيدرالية حتى 28 كانون الأول. وأضاف في تغريدة على تويتر: وقع رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب على قرار يتضمن توفير الاعتمادات المالية لتمويل الوزارات والوكالات الفيدرالية حتى 28 كانون الأول 2020. وانتهى سريان القرار السابق بشأن تمويل أنشطة مؤسسات الدولة في الولايات المتحدة ليلة 22 كانون الأول، ولو لم يتم صدور قرار آخر لكانت البلاد مهددة بتعليق آخر لعمل الحكومة. إلى ذلك، وافق مجلس الشيوخ في الكونغرس الأمريكي عقب مجلس النواب على مشروع الميزانية للسنة المالية 2021 بالإضافة إلى حزمة من الإجراءات لتحفيز اقتصاد البلاد، ومن المتوقع أن يوقع دونالد ترامب على الوثيقة في المستقبل القريب. إلى ذلك، قال روبرت أوبراين مساعد الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي أن ترامب قرر منح وسام الاستحقاق الأمريكي لبعض الزعماء الأجانب الحاليين والسابقين. وأضاف أوبراين في تغريدة نشرت على الصفحة الرسمية لمجلس الأمن القومي الأمريكي على تويتر أنه تم منح هذا الوسام العسكري الأمريكي لرئيس الوزراء الياباني السابق تشينزو أبي، وكذلك لرئيس الحكومة الهندية ناريندا مودي ورئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون. وفقا لمجلس الأمن القومي الأمريكي، قام أوبراين بتسليم هذه الأوسمة إلى سفراء الدول المعنية. فاصل أخير، نعود بعده إلى نشرة الأخبار. أهلا بكم من جديد إلى آخر أخبار مواقع التواصل مع روبا الفرن. مرحبا، منبدأ جولتنا مع معايدة على الطريقة الأمنية من قوى الأمن الداخلي بمناسبة عيد الميلاد، فبدل تصدير محاضر ضبط بحق المخالفين بيقدموا لهم الهدايا. حتى حزام بالضبط. حضرتك حاطط ابنك هيك حضرتك غلط، بتعرضه للخطر. بعزمك تنزل تحطيه للسفير. حضرتك مش حاطط الكمامه، وبالتالي معرضه حياتي وحياة الاخرين للخطر. بدنا نلتزم باجراءات الوقايه من كورونا بالسياره، بالبيت، وين ما كان. راس ابنك طالع هيك من السياره، هذا عليه خطر كثير على حياته. انت عارف حالك شو مخالف، صح ولا لا؟ كمامه تدل على وجهنا، صح؟ حط حزام بالضبط وراء السياره. ما دام حاطط حزامك اعطيني وراء السياره زبطي. بتطلعي هونيك يا ملي معروف. هالمره ما حنعملكم محضر،
بالالتزام منعيد بأمان. ننتقل لفيديو كتير مهضوم انتشر على السوشيال ميديا، بتظهر فيه سيدة تدعى أوبري إحدى سكان فلوريدا تفاجأت بوجود كائن غريب بشجرة عيد الميلاد الخاصة فيها، فحلت الفوضى لما حاولت أوبري إقناع الحيوان بالخروج من الشجرة، ومن بعدها بلشت المعركة بين كلبها والحيوان لتنتشر الفوضى بقلب البيت. There's a cat inside my Christmas tree. What is that? No, it's not a cat. What is that? Is that a squirrel? Oh, it's a raccoon. This is bad. This is bad. All the ornaments that made it. There's my beautiful tree. في حال حسيتوا حالكم غلط وقت تلبسوا البيجاما بالاجتماعات الافتراضية عبر تطبيق زوم، فشركة يابانية لقت لكم الحل المناسب، وهو طقم بيشبه البدلة الرسمية من جهة والبيجاما من جهة تانية، فمن خلالها بتبينوا كأنكم فعلا لابسين سترة عمل رسمية وسعرها بس 48 دولار. お客様がご自宅で過ごされる時間が増えてきている中で、くつろぎながらも仕事の時はきちんとしたいというご要望を多数頂戴いたしました。このお客様のお声を受けまして、パジャマスーツを開発させていただきました。 ومع هيدا الخبر بنكون وصلنا لختام جولتنا، لقونا بكرة بنفس الموعد ولكن مع أخبار جديدة. والآن الأحوال الجوية. مساء الخير. عم تتأثر أجواءنا بمنخفض جوي متمركز فوق البحر الأسود، رح يؤدي إلى طقس ماطر ومتقلب للأربعاء والخميس صباحا. إذن جونا لبكرة غائم وماطر بالإجمال، وكيف رح تتسجل درجات الحرارة منشوف سوا. نبدأ من شمال وعكار، عم بتسجل 15 درجة، طرابلس 17، العاصمة بيروت أيضا 17 درجة والصور 18. منتقل إلى بعلبك اللي عم بتسجل 11، لقلوق 5، زحل 12، وجزين 11 درجة. نسبة رطوبة ساحلا عم توصل لل 85%، الريح سطحية شمالية غربية بتتراوح سرعتها بين 20 و 30 كيلومتر بالساعة، أما حال البحر فمتوسط ارتفاع الموج. إذا شو الأجواء بانتظارنا للأيام القادمة؟ للأربعاء جونا غائم جزئيا إلى غائم مع ضباب على المرتفعات، بتتساقط الأمطار الرعدية اللي بتكون غزيرة أحيانا والثلوج اعتبارا من 1600 متر، ودرجات الحرارة بتسجل ساحلا 18 درجة. للخميس جونا بيستمر متقلب خاصة بالقسم الأول من النهار ليتحسن تدريجيا خلال النهار، ودرجات الحرارة بتستقر على 18 درجة. للجمعة والسبت طقسنا قليل الغيوم بارد ومستقر، أما درجات الحرارة فبتسجل 18 درجة للجمعة وبترتفع بشكل بسيط لل 20 درجة لنهار السبت. وصلنا لختام صفحة الأحوال الجوية لليلة، لاقونا كل يوم وبذات الوقت لآخر أخبار الطقس بلبنان. تصبحوا على خير. وبهذا نأتي إلى ختام نشرة الأخبار. للمزيد otv.com.lb وحساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.